هادشي كله عندكم، ما باقيش تبداو تترميو الناس بداكشي اللي فيكم. ها العصر الحجري. بوكارتي هذا احتلال لا صواريخ. هادشي ما عندكم يسحبكم؟ واش هاد الفيديو نتاع شي حاجة رابت ولا زعما ولا شي مشكل ولا شي تقنبيلة ولا شي والو والو؟ نشوفوا هو بغى يشرح لكم دابا اش واقع. قسنطينة لا حرب لا مؤامرة لا الجزائر المستهدفة. شوفوا رانا في السونتر فيلا، سونتر فيل ديال قسنطينة خراب ما بعده خراب. خراب ما بعده خراب. لا الجزائر مستهدفة لا والو. شوف هادي في وسط مدينة قسنطينة بالذات، هذه المؤامرة التي تحاك ضد الشعب. لا صواريخ لا استعمار لا صهاينة لا مؤامرات على المخزن والموساد. شوفوا خاشي شوفوا. سلام تحياتي خاشي. الله يسر لك. لا اله الا الله. انتم تشوفوا هذه الحاله، هذا الشراء راه المشكله نتاع النظام كله فاشل، نظام كامل وتا حاجه ما هياتك. ما يمكنش اي واحد يبني شي حاجه عندهم الا ما خد الموافقه، والموافقه ما تعطيوهاش، يعني اي حاجه راه بدها تبقى. يقدر حتى داك اللي بغى يبني ما كاين، ما فهمتش كاع. الا كان تيكون غشاش حتى هو فاسد، بغى يبني لهم شي حاجه عوجه بحال هاد الطريقه هادي. شوفوا معايا الطريقه هادي، طريق وطنيه. ها قال لك طريق وطنيه مقطوع والمنازل معرضه للخطر. الطريق الوطني مقطوع، واش هذا اللي كتب هاد الكتبه هادي؟ مراكشي معتنا، مراكشي ما تخافوش. مقطوع بحال هكا، كاين بزاف عندنا اللي تنقولو مقطوع. الموتور الموتور اللي بيتي بيتو واللي ما بيتي ما بيتو. المهم انا الهضره ديالي واخا هكاك تلمو مخلط بزاف، دونك الهضره ديالي عاديه، مره في شحال تدخل شي كلمه مراكشيه. ايوا خليونا في الموضوع. ها بلاد الغازو والبترول، شوفوا معايا طريق وطنيه كي تفرتتات. شكون اللي اشنو اللي خلاها تفرتت؟ هو ان النهار الاول داك اللي بنا ما بناش بني مقاد، ومن اللي رابط خلاوها. شوفوا معايا. ولا خوتنا السلام عليكم. هذا الطريق الوطني رقم 43 راه مقطوع رسميا، تسمى خلاص ما كاش لي يفوت ما كاش لي يعدي. ما كاش هكذا قبل ما طيح الطريق. هذا كامل نتيجه الاهمال تاع البروجي هذا، اهمال ديال البروجي. ديجا داكشي ما كانش مقاد، ما كانش مبني على اساس، ومن موراه بدا المشكل. هذه كون طاحت الشتاء وبدا المشكل والاهمال. شوفين رداتش لا واحد الاخر. شوفوا الدار كاع داكشي كله مضروب، الله يحفظه وصافي. هذا الشيء ما حلاش. ها العيد، شو الناس في العيد؟ الدنيا الرزاينة نوضها مع الصباح ولا ساعتنا ودك مع الصباح. حنا الحلو في نوضنا مع الصباح. هاك تشوف هنا ميت ما تبقاش تخرجه. هنا كنت ترى حاجه جنازه ولا ميت. هنا مكفن هنا المحمل يفوت ما يفوتش المحمل. راك تشوف ماناش داير مدرقين الحياه ولا تشوف. وادي تشوفوا الناس كي عايشه. الله اكبر. الله الله الله. شوف الناس كي عايشه. شوف الناس كي عايشه. حنا رانا عايشين مع الحلوف والديب هنا. حنا بوجه الاله وهذا عيد عواشين. هذا انسان ما عندهش. درو خويا العزيز السلام عليكم. كتبك الله. رشيد. رشيد خويا ماذا بيقول لي السيتياسيون تاع حياتك كيفاش؟ حياتك شو لا خدمه لا زمان. انا عايشين في وسط الناس يا من عاش. هذه فوضاوي هنا. فوضاوي خويا. ورانا بلاصه هنا تسمى وديت. وليد بوصفر هذه. بوصفر. تفضل بسم الله. تفضل روتريت ديسيون 500 شو باغي تشري لي خويا؟ منهم وعليهم بصح ماذا بكم؟ هذا الفيديو غير باش ندمروكم باش. المهم هذا الشيء ما مهمش، المهم هو الجواب ديما على الفيديو الاولاني. ها شوفوا معايا هذا الشيء كامل اللي شفنا هنا. قال لك ولاد هادو هما اللي تيجيو يسبوا المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، هما ولاد هاد الناس هادو اللي تتشوفوهم كاملين مساكن محنين والطوابير وما عرفتاش دايرين، هما اللي تيجيو يسبوا. ها شوفوا معايا واحد السيد اخر تيهضر واحد المدينه، مدينه ولا ولايه في الجزائر حتى هي ناضو حوطوها. ها هو السيد تيهضر عليها، تيهضر على المشروع ديال التحويط.
السلام عليكم خاوتنا، نشكر وزارة العدل وهذا مشروع القرن يعني. نشكر وزارة العدل يعني هم داروا لنا حبس في ولاية مسيلة بلدية سيدي أجرس. يعني احنا رانا في حبس كبير ما نكذبوش على بعضنا، مي هذا ان شاء الله الحبس هذا يعمره بالصحة ولهنا، ان شاء الله وليداتنا يعمره بالصحة ولهنا. وراه 400 مليار اكبر حبس في قطر الجزائر. يا فيس حنا والله ما بغينا نضحكوا على هذه الحاله هذه، ولكن قال واحد اللقطه قوي، قال لك ان شاء الله وليداتنا يعمروا بالصحه ولينا، يعمروا الحبس بالصحه ولينا. هذا والله كدراس. حنا عايشين في بلديه عشت باللرج ما كانش وزادوا داروا لنا حبس كبير. الله شو مسكين عش باللرج ما كاينش، قال لك وزادوا الحبس. نشكروهم وان شاء الله يعمروا بالصحه ولينا. هادشي هما كيدوروا الحيط والكرياج. والله الا الحبس بالله ما فهمت، هذيك هما عاطي يطلقوا اللعب كلشي غادي يهرب حتى عاد ما يبقى في التسير. ما حالاش هادي، ما حاله بالله، باقي مازال تيزيدوا باش ما يهربوش اليوم. واحد اخر فين في الصحراء قال لك الجزائريه ما عرفت فين بالضبط. اللي تخص البلاد حنا تريش ورقله، هذا سيدي ورقله المنكوبه قال لك لا مالك رابع اعلى وباقي الأسوأ قال لك جاي الله يحفظك. يا رئيس تريشيتي مقطوعه، الريزو مقطوع، الماء مقطوع، الناس مزيدين عندهم الاولاد عاشوا في السخانه، راها الناس لحقتها 55 درجه 70 درجه، كاش ما شفتوا وزير يدور، كاش ما شفتوا النهار الشروق تهضر على ولاد الصحراء، اقسم بالله يا الصحراء قايم مستهدفه ونهضر و25 وما عجبوش الحال ياك. انا صحيح شوف نخرج من هاد البلاد، يا ربي خرجني من هاد البلاد، مانيش باقي هاد الجزائر، الجزائر راحت مع الشهداء، راحت مع الوطنيين. ما كانش اللي مثلني انا درك، ما كانش اللي مثلني هنا باللي عرفتهم باللي كاين واحد، شوف واحد الشعب حاشاكم دلال، مانيش نحرض فيه ولا نقول نوض كسر، العكس راني نقول له نوض اهدر يا خويا. ثاني انت تهمني ونهمك، رانا كيف كيف لا كارت ناسيونال يا خويا، انا ما تمثلني حتى واحد، ما يمثلني لا رئيس لا وزير لا حتى واحد. الصحراء بلا ما يا دين باباكم راه تنكبت الصحراء 60 درجه، كان اضرار ما كانش لي يهضر عليها، النعم ما كانش لي يهضر عليها، اللي تهضر يقول لك ندخلوك للحبس، واش ندخلني للحبس؟ هاني واجد، اروح دخلني للحبس، كمل عليا، نروح له بيدي، إلا راني غالط نروح له بيدي، دخلوا كاع الشعب للحبس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، إن شاء الله يعطينا خرج، أعطونا الباسبور خلونا نروحوا، عرفنا باللي صحرنا محقورين وعايشين أدلة، إلا يوم الدين، كاين واحد الشعب أنا والله العظيم شوف ما مثلني واحد، والله ما مفوت على واحد، وفوت عليك أتبون، وغدوة راك مسؤول علينا والعالم الدستور ورانا من المالية. راني مقصر الشعب، الصحراء راه فيها يا الرئيس راك عاش حرا فيها الجلفه، راه صحراء رانا نتكبنا، راهي السخانه لاحقه 500 درجه، اقسم بالله لا كليماتيزورات والله ما يمشوا. تريسيتي راحت الماء راح، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اهلكم الصحراء شوفوا واش راه صاير فينا، يا الرب العالي ديروا لنا رجله هده برك، حسوا بينا الرب العالي. ايزي 1600 حاسين بحال منكوبه، لمني عام كوبا الورقله لحقت 60 درجه، اكبر سخانه هي ورقله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول لكم حاجه واحده، يا خلوكم من دله الشعب، ومانيش نحرض فيهم، راني نهضر لهم على صوالحهم على التريسيتي المبادئ الطريق نعطيه، رانا يا الرب العالي بترول غاز ذهب، كرهنا وحنا نهضروا، كرهنا وحنا نهضروا، اطلقوا الرجاله من الحبس، قول الرجاله من الحبس، احكموا عليها الايجابيات، حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم والله مرقت ويامس والله مرقت، والسلام عليكم الاحرار، اما طحنا ان شاء الله يطيحوا في بير كاع، الله لا يرد عليكم، السلام عليكم الاحرار. انا والله الا ديما تنهضر مع الاحرار، اما هذيك السميه اللي قال هذاك الاخرانيه على هذوك الاخرين بير كما قال لك بير وجمع داكشي وغطي البير. لا اله الا الله، وهذا الشيء اللي حنا تنديروا اللي علينا، الله يقدرنا على فعل الخير. اما سيدي قال لك الله يرحمك على الحسن الثاني كان عبقري، كان تيقاد في السدود وما تيضحكوا ديك لوقيته، قال لك البترول مات البترول، ها هو البترول نفعك بشي حاجه، الشعب تيموت الله يحفظ، كلشي محن شي كله جواب على الفيديو الاولاني ثاني. المهم الأسوأ قادم الله يحفظ، قال لك شوف السدود والماء وكلشي بغى يمشي وباقي انتي بردعوا الشعب بالمشاريع. شوفوا معايا كل نظرة رئيس الشرفية سيد رئيس الجمهورية أكد على المستوى الوطني تم إحصاء كل المناطق وكل البلديات اللي راهي ممكن معرضة للشح المائي
وخص لها غلاف مالي يفوق 27 مليار دينار. ولايه معسكر فقط كان حظها 2.52 مليار دينار، 252 مليار سنتيم. على سبيل المثال للحصر، العمليه اللي تكلم عليها السيد الوالي واللي استفادت منها بلديه تيغنيف تدخل في هذا الاطار. تم شروع في اعداد دفتر الشروط، وان شاء الله ابتداء من اليوم يكون ظهورها على مستوى الصحف الوطنيه تباعا. مده الانجاز محدده مسبقا السيد المدير، هكذا محدده مسبقا. والمشاريع هذه باقصى تقدير ما تتعداش 14 اشهر، اقول اقصى تقدير تبدا من شهر، اقصى شيء 14 اشهر، لانها عمليات سريعه تكون عندها اثر كبير وتوصل للمواطن في اسرع وقت. تبرديع تبرديع ديال الشعب، تيعطيوهم دوك الارقام، كثرت الارقام تيتلفوا لهم الحقيقه، ما باقي حتى واحد تيشد معاهم شي حاجه. يطمئن الجميع في ولايه معسكر، يطمئن الجميع، يطمئن الجميع. اقول ان السيد رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات واضحه، هذا البرنامج الاستعجالي يمكن حتى انه ممكن يتكفل بعمليات اخرى في كل المناطق ومنهم معسكر اينما كانت الحاجه واينما برزت الحلول التقنيه. يبقى فقط هل ترى العمليه تقنيا مقبوله ام لا؟ ان كانت هذا هو الشرط الجزائي، تيبرد عليا الشعب يبردعو وميم طون تيدخل لهم شي شرط جزائي كاع ما يردوا ليه البال، تا دوخوه مزيان بالارقام وتيقولوا ليه هاد العمليه الا ما كانت مقبوله ولا ما مقبولاش، زعما حتى الاخر تيدوزها دغيا وعاود يقولوا زعما كل شيء هو هذاك. وملي ما ملي ما تيديروا والو تيقول لك العمليه كانت غير مقبوله. الشرط الجزائي تيفعلوه. عرض الله، لا تبرجعت الشعب بالله. مقبوله، ما فيش اشكال نتاع التمويل. احنا رانا بالنسبه لقطاع الري توصلنا اليوم نتكلموا على احياء بعينها، ونتكلموا على بلديات، ونتكلموا على طوابق بعينها في العمارات. شوف هنا يعني الاهميه الكبيره اللي اعطيتها السلطات العموميه لتوفير هذا المورد اللي يرتبط ارتباط وثيق بحياه المواطن وبراحه المواطن. وبالتالي نطلب من الجزائريه المياه يسمعوا فيها هنا انهم يكونوا في المستوى ويتكفلوا بجانب التسيير، خاصة بالنسبة للتحكم وبالضبط في التحكم في التسيير، لا ميتريز نتاع لا جيستيون. لا ميتريز نتاع لا جيستيون. يا ودي 7 كيلو الهضرة خاوية، قول لهم الماء غادي يكون قليل نقصوا منه وما تضيعوش، وغادي جوج كلمات سامبل وعاديين. هو قاعد عليهم حيت بكثرة ما مولفين تبرديع، حتى في ديك الهضرة اللي معقولة نتاع خفيفة نتاع الماء ما تضيعوش، حتى هي تبرديع فيها، تكثر عليهم في الهضرة وما تيفهموش. ايوا نساليو سيدي مع هذا الفيديو، الله يجعل شي بركه، طولنا مع هذا الكراغيله بجد في هذا الفيديو. نساليو مع مراد الطهاري، الفيديو نقي بعدا ما فيه حتى مشكل، تيشرح لنا شكون هو الجزائري. نعم انه الجزائري، ذلك الرجل العظيم، ذلك الرجل القوي، ذلك الرجل الذي اجداده بالملايين ضحوا من اجل الجزائر، جزائر القاره، جزائر التي مساحتها قد أوروبا. ذلك الرجل الذي يستطيع أن يعيش في الفقر، يعيش في الجوع وفي العطش وفي العراء وفي الحفاء. ذلك الرجل الذي يقدر يعيش في الطحين، في الرخص، في الذل، في الهوان، يقدر يعيش كل شيء. إنه الجزائري، جزائري الذي يقدر يقعد بلا ماء لسنوات، يقدر ما يغسلش قاعو 6 شهور نورمال. ذلك الرجل العظيم، ذلك الذي يصلي والله ما يصليش، عايش بالتيمم، التيمم. إنه لمدة سنوات ذلك الجزائري الذي يدعو الاستقلال منذ 1962، 5 جويلية على على الأبواب، ويقفل 62 سنة استقلال وما زال قاعو عريان.